أهلا بكم من جديد. من أبرز المواعيد الرمضانية التي تضربها خليجية مع مشاهديها في الموسم الرمضاني الحافل بالأعمال الدرامية الشيقة مسلسل هوامير الصحراء، الذي قدم رؤية جديدة لواقع اجتماعي يصعب الحديث عنه في مجتمعاتنا الخليجية. على امتداد موسمين تمكن هذا العمل من شد اهتمام المشاهدين من جميع الدول العربية لما تميز به من إمكانيات إنتاجية ضخمة وإتقان في الكتابة والتمثيل والإخراج، إلى جانب طبعا جرأة الموضوع والصدق الطرح رولا. أكيد إبراهيم، يعني سيرة الهوامير ما زالت مستمرة وتقدم في نسختها الثالثة هذا العام على خليجية أسرار جديدة عن الطبقة المخملية في العالم العربي والخليجي تحديدا، ومسلط الضوء على خفايا الشخصيات والتي تعود المشاهد على وجودها في العامين السابقين. المسلسل صور بين الرياض، بيروت ودبي، وسيعرض حصريا هذا العام على خليجية. وطبعا حصريا معنا اليوم في يا هلا نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المنتجين السعوديين الأستاذ عبد الله العامر، وأيضا النجمة ميساء مغربي. مرحب فيكم برنامج يا هلا، ونقولكم رمضان كريم. يا هلا، مرحبا فيكم معنا. احنا سعيدين انكم انتم معنا في هذه الحلقة، وأيضا قبل رمضان وهذا العمل الكبير. يا هلا ومرحبا فيكم. اهلا وسهلا فيكم. طبعا نبدا معك استاذ عبد الله، ولكن بالعاده طبعا ليديز فيرست، بس حنبدا معك. لا لا لا، المدام موضوع في عمر ابتدي معي امرك. نبدا معك استاذ عبد الله، يعني يعتبر مسلسل هوامير الصحراء بجزئيه الاول والثاني من اضخم الاعمال الخليجيه، وايضا هالسنه تقريبا ب 2011 من اضخم الاعمال الخليجيه. خبرنا يعني اكثر عن هذا العمل، قد ايه بيمثل تحدي بالنسبه لك هو الجزء الثالث، بما انه بيحتوي على اكثر من 200 ممثل في هذا العمل، وتم تصويره في اكثر من موقع مثل ما ذكرت في المقدمه، وقد ايه يعني فرض عليك نجاح الجزء الاول والثاني انه يكون في هناك كثير دفع وكثير مصاريف زيادة في الإنتاج؟ أولاً أنا سعيد جداً أكون مع روتانا خليجية ومع جمهور روتانا خليجية. هوامير طبعاً صناعة مجموعة من الأشخاص، ابتداءً من الكاتب عبد الله البخيت وأنا في البداية، وبعدين انضم لنا كتاب وورشة عمل، إلى أن بدأنا نشتغل عليه. الأستاذ تركي الشبانة كان له دور كبير جداً، سموه الأمير الوليد بن طلال، استقباله لنا الموسم الماضي وباركنا نجاح والتفوق والاستفتاء انه اول واكثر عمل عربي نال تصويت. هذا حملنا مسؤوليه. النجاح كمان يحسب لنجوم العمل، النجمه الكبيره ميساء مغربي، النجم احمد الصالح، كل فريق العمل، المخرج، يعني كل الفريق. هوامير صناعه مجموعه اشخاص بذلوا جهد، ليس صناعه مثلا شركه انتاج وعبد الله العامر لحاله. نعم. الحمد لله. انا ماني حاب اقاطعك بس في هذه النقطه، يعني استاذ عبد الله، هل تتوقع انه النجوم هم اللي يعني صنعوا مسلسل هوامير الصحراء ولا العكس؟ لا، هي كل صنع الاخر. هوامير صنع النجوم والنجوم صنعوا هوامير. يعني في نجوم ما كانوا لهم يعني ذيك البريق الاكثر، اشتركوا في هوامير، نجموا والحمد لله. كان في نجوم زي الاستاذ سعد خضر، اختفى فتره وهو نجم كبير، استاذ محمد بخش، يعني الحمد لله هوامير أعادهم للواجهة لأنهم موهوبين فعلا. النجم الكبير أحمد الصالح باعترافه وقال أنا عبد الله اشتغلت أعمال كثير، وهو فنان قدير وكبير. أكيد. في هوامير كان شخصية مختلفة، يصعب أنه يعمل دوره أحد آخر. وأنا قلت في أكثر من لقاء تلفزيوني وفي صحافي أنه أحمد الصالح نجم لا يوجد مكانه في الهوامير. ميساء مغربي، نعم، مع احترامي انا ما اقولها مجامله لها، ولكن اعتقد الجمهور يعرف ذلك ويدرك، ميساء مغربي في شخصيه الجوهره، مع احترامي لجميع نجمات الخليج، لا يوجد من يؤدي هذا الدور بهذا المواصفات بهذه الطريقه. هوامير صنعنا كنجوم واحنا صنعناه كاسم، يعني في تبادل بين الاسم والمشروع والنجوم. طيب استاذ عبد الله، ما دام ذكرت على سيره النجوم، خلني اسال، يعني الجوهره ولا ميساء مغربي؟ اسال ميساء مغربي الحين، مو الجوهره. اسال الجوهره. طيب خلينا نسال عن شخصيه الجوهره، هذه الشخصيه اللي يعني اثارت الجدل كثير، شخصيه ماكره، يعني لديها ذكاء جدا كبير. وهنا انا حاب اسالك، يعني انت نجمه يعني من اول على شاشات الخليج وفي كل المسلسلات، من اللي ايش اللي شفتيه انت في هذا المسلسل اضاف فعلا لميساء مغربي؟ طبعا اشكركم على الاستضافه، واقول حق كل اللي يشوفونا كل عام هم بخير، وان شاء الله الشهر الكريم يكون عليهم بالصحه والسلامه. انا بالعاده ما اشتغل في اي عمل الا وانا عارفه انه هذا العمل حيكون اضافه لي، ما حيكون شيء مكرر او اجترار لنجاحات سابقه. اول ما قريت في الشخصيه عرفت انه انا ممكن اعطي شخصيه، والشخصيه ممكن تعطيني، والا ما كنت حقدمها باي شكل من الاشكال.
قطعا أضافت لي لدرجة أنه لما كنت أمشي في الشارع في لبنان أو في مصر أو في الأردن ينادوني بالجوهرة. يعني في ناس ما يتابعون خليجي ولا عمرهم شافوا دراما خليجية وتفاجأت فيهم في محافل ينادوني. يعني لما كنت في مهرجان دمشق كنت عدول لجنة التحكيم هناك، في ناس ما يعرفون اسمي بس ما يعرفون الجوهرة، أنت الجوهرة. فهذا مقياس بنت عبد اللطيف طبعا فعلا، يعني هذا مقياس نجاح الشخصية ونجاح العمل ككل. طبعا أنا شهادتي في العمل مجروحة بس اللي أبي أقوله أنه العمل هو فريد، كافي أنه هو نقل الدراما الخليجية من النجاح الخليجي إلى النجاح العربي، مع احترام لكل التجارب الخليجية السابقة اللي أنا كنت جزء منها. طب ما قلت مثلا انه الاجزاء تعدد الاجزاء ممكن يحطك بقالب التكرار وبالتالي تخسري؟ انا اشكرك على هذا السؤال، هو فعلا الناس كثير راهنت على فشل هوامير الصحراء بارت 2 كثير، واللي شفناه السنه اللي فاتت كان مخيب لامالهم ومثلج لصدورنا ولصدور محبي هوامير الصحراء كلهم. باعتقادي الخاص بعد 11 سنه، انا اتكلم عن نفسي تحديدا، بعد 11 سنه في الوسط الفني لا يمكن اني اجتر سواء بهوامير أو خلافه. هوامير الصحراء قاعد يكبر كمشروع وينضج بشخصيات اللي قاعدة تنضج كأناس طبيعيين. كيف ما إحنا البشر في كل يوم تصير علينا تطورات في شخصياتنا من برا ومن جوا، بعصر الواقع كذلك موجود. شخصيات هوامير الصحراء. هوامير الصحراء بارت 3 أعتقد أنه هو اليوم صار مشروع ناضج تماماً، ومرحلة النضوج قاعدة تثمر من أفكار، من أطروحات، من شكل ممثلين، من أدائهم، من إخراج. ما أبي أطلع متحمسة واجد بس أنا يعني رمضان بيننا أكيد هلأ، يعني إحنا كتير متحمسين وأكيد مشاهدين تحمسوا. حننتقل هلأ يعني لنتابع بعض ونكشف أكثر عن بعض الأسرار الحصرية عن هذا الجزء الثالث من هوامير الصحراء. طبعا خلونا نتابع مع هذا التقرير مع بعض اللي هو الخاص عن هذا المسلسل، ومن ثم نعود. الهوامير الذي حصل على أعلى نسبة مشاهدة في الموسمين الماضيين يطل علينا هذا العام على خليجية ليكشف لنا أسرار الطبقة المخملية في العالم العربي عبر سرد لعدد من الحكايات والتفاصيل التي تجسد الصراع بين الكبار والثراء. حاولت رفع الحالة الدرامية الموجودة، نأسس علاقات صح أكثر، نستفيد من الأخطاء اللي مرقت بالأول والثاني بالعلاقات الدرامية الاجتماعية الموجودة ضمن هالأشخاص هدول المحيطين فينا، وهذا أساسي هلأ عندي هون. خايفة عليك من نفسك يا حمود، خايفة عليك من أعدائك، تراك هالأيام مو مضبوط في شيء، بس أنا حعرفه، صدقني راح أعرفه. الجزء الثالث هو امتداد للجزء الأول والثاني، واللي شاهد الجزء الأول والثاني أعتقد يعني من حسن الطالع أن يشاهد الجزء الثالث، لأن الجزء الثالث فيه تقريبا الكثير من المفاجآت. بس أوعدهم أن هوامير 3 هو مختلف كليا، يحمل كثير من المفاجآت، يحمل كثير من التطورات في المحتوى وفي الشكل وفي الإخراج وفي التمثيل وفي كل شيء. قبلت زواج ابنتك مشاعل؟ قبلت زواج ابنتك مشاعل. على كتاب الله وسنة رسوله؟ على كتاب الله وسنة رسوله. وعلى الصداق المسمى بيننا؟ وعلى الصداق المسمى بيننا. دائما في عنا جديد، من الجزء الأول للجزء الثاني ومن الجزء الثاني للجزء الثالث، بدءا من الحبكة الدرامية وانتهاءا بالقصة أو حتى آلية إخراج أو إبراز الصورة للمشاهدين. استغرق تصوير هوامير الصحراء حوالي 4 أشهر، تنقل فيها فريق العمل بين الرياض، دبي وبيروت، مدخلين بذلك محاورا جديدة على العمل. في عنا كم منيح من الوجوه الجديدة دخلت علينا طبعا لحالة الحكاية اللي عم تنحكى، يتطلب أنه تكون وجه جديد أحيانا، وأحيانا يتطلب فقط أنه والله في نتيجة حدث ما دخل على هذه المجموعة شخصية معينة. يعني عنا المطربة رويدة المحروقي دخلت، عنا مطربة إماراتية مشهورة طبعا كتير،
ومعروفة، بس أنه هي كمطربة لسه ما دخلت مجال التمثيل، وما بعرف إذا هي بدها تدخل، لكن بطريقة أنا وبأخرى قدرنا نقنعها أنه تشارك معنا بخط هيك ناعم صغير موجود بالعمل. شو بالنسبة للإعلامية أميرة الفضل؟ أيضا ذكر أنها موجودة معاكم في بعض الحلقات. طبعا طبعا، وبس خليناها مثل ما هي أميرة الفضل. هي أميرة الفضل، وهي معدة برامج تلفزيوني، وهي مذيعة، وهي ناشطة اجتماعية وتتكلم بحقوق المرأة. يعني أميرة الفضل هي أميرة الفضل، استخدمنا اسمها واستخدمنا نشاطها واستخدمنا حالتها تماما. هي جوهرة أكيد قطعا في الجزء الثالث لا تزال تحتفظ بالشخصية القوية، إلا أنها صارت مسؤولة أكثر، فبالتالي عندها رزانة أكثر وتوازن أكثر، وصارت عقلانية أكثر، صارت أهدى في ردود أفعالها، شخصية تروح أو تمشي نحو النضوج. بطبيعة الحال أنا أدعوكم دعوة، أنكم مشاهدين كمشاهدين روتانا خليجية تشاهدونا في شهر رمضان المبارك. تابعونا على روتانا خليجية بهوامير السحرة، الجوهرة بنت أبو عبد اللطيف، أو سوري قصدي مساء مغربي. Thank you. يا جماعة يعني اللوكيشن اللي انتم شفتوه هذا يعني لوكيشن صغير، بس في بيروت هم صوروا في قصور ما بين دبي وما بين السعودية وما بين أيضا بيروت. فأنا حاب يعني في هذا الإطار حاب أسألك أستاذ عبد الله، يعني الإنتاج ضخم يتطلب يعني فخامة في كل شيء وكواليتي عالية جدا، إيش الصعوبات اللي واجهت هوامير الصحراء في الجزء الثالث؟ أولا الإنتاج ضخم لأنه هوامير، والهوامير حياتهم أكيد أنها أصبحت معروفة طبعا. اللي ما كان يعرفهم أكيد هوامير الصحراء وضحت لبعض الناس. إنتاج ضخم طبعا، أنا وجهة نظري يعني وكثير من الصحفيين والزملاء العالمين يعرفون أنه من أهم المسلسلات العربية، ليس كم ممثلين ونجوم لوكيشنات. احنا طبعا انتقلنا من الرياض، صورنا في الرياض، صورت معنا الزميله ميسه بعض المشاهد في الرياض، بعدين انتقلنا لبيروت صورنا في بيروت، وصلنا لدبي. حياه الهوامير اعتقد انها مرتبطه بشكل مباشر بالثلاث المناطق هذه. بس خلينا نتكلم عن الصعوبات، يعني لانه ما عندنا وقت كثير وعندنا اسئله كثيره ومهمه. التكلفه الكوست. لا طبعا ما راح اقول الكوست عشان العيون، ما حد يصقنا عين على الهواء تصير مشكله. طبعا عمل مكلف وفي جهد كبير جدا، اتمنى ان شاء الله نشوف الناس الاحداثيات حق النص يعني تفرض عليك نوع من اللوكيشنات ما تقدر تسوي تنازلات فيها. وهنا يعني احنا سمعنا اشاعات عنك ميساء انه انت منعت انك تدخل السعوديه، صحيح؟ حلو انك قلت اشاعات، حط عليها ثلاث خطوط حمراء. طبعا يعني شيء يضحك كثير، لان اللي صار كالتالي، كان في اليه جديده في المملكه طبعا لاصدار تاشيرات للفنانات والاعلاميات وكل اللي يشتغلون في الوسط الاعلامي دون ما السن المحدد. فانا راح اقول عادي، ها انا راح اقول في بعض الزملاء، في بعض الزملاء المنتجين اللي استقدموا بعض السيدات والانسات على بتأشيرات فنانات وممثلات وألصقنا بالمهنة ككل وما كانوا فنانات، فهذا نوع من التحايل على القانون. فالجهات المسؤولة أصدرت قانونا يتطلب وقتا أطول ومدة أكثر للتأكد من بيانات اللي مقدمينه مع التأشيرات، وأعتقد أنه هذه سياسة بلد ودولة تحمي سيادتها وقانونها وأمنها وحنا نحترمه طبعا. فخذت وقت أطول، انتقلنا إحنا في هذا الوقت، رحنا على لبنان لين ما طلعت التأشيرات، وبعدين احنا صورنا الخارجي وهذا. فضحكتني لان اعتقد انه اذا عطست عصفوره في الهيمالايا حيكون ميسا مغربي لها علاقه بالموضوع. يعني هي يمكن واحده من الصعوبات اللي واجهت العمل، ولكن الصعوبات البسيطه. لا لا لا، مقدور عليها. لم تكن موضوع التأشيرات كثير تكلموا عنه، لم يكن صعوبه، لانه في زي ما قالت الاستاذه ميسا هناك اليه. انا كنائب رئيس جمعيه المنتجين السعوديين تفاهمنا مع المسؤولين ونقدر، بالعكس هذا تنظيم افضل طبعا لاظهار عمل بشكل كويس ان تكون الامور منظمه طبعا. هذا موضوع ليس ولا له علاقه بالعمل، بالعكس احنا العمل اللوكيشنات كانت تفرض علينا ان نروح ونجي الحمد لله العمل انتهى والعمل سلم للقناه روتانا على مدى اياح. نشوف اول حلقه ان شاء الله على خليجيه.